بسم الله الرحمن الرحيم. في الجزء ده هنتكلم عن شابتر 4 والكيس ستادي. الكيس ستادي ده اهم شابتر في الرسالة بعد طبعا الليتريتشر ريفيو. هو طبعا الرسالة كلها مفيش فصل اهم من الاخر يعني، بس هي الفكرة ان الشابتر ده مهم جدا. ليه؟ لان الشابتر ده هتبدأ تتكلم فيه عن الميثودولوجي بتاعتك. انت في ميثودولوجي هتستخدمها علشان توضح الفكرة او تتناول البروبلم ستيتمنت، فهيبقى عندك حالة انت بتدرسها وبتطبق عليها الميثودولوجي بتاعتك، وبتبين الموضوع هيفرق او هيختلف وهيطلع عندنا نتائج مختلفة. بمعنى اصح، احنا بنقدر نؤكد صحة وضرورة البحث من خلال الشابتر ده. بنتناول فيه كيس ستادي او اكسبيرمنت او اي مكان المسمى، بتعمل سيميوليشن يعني، او من خلال سيميوليشن بتوضح الميثودولوجي المستخدمة والريزلتس اللي هتطلع اللي بتناقشها في الشابتر اللي بيبقى بعديها اللي هو اسمه الريزلت والديسكشن. طيب خلينا نقول الكيس ستادي ونتكلم عن الشابتر ده. الشابتر ده اهميته هي ان احنا نعمل كلاريفاينج لليوزد ميثودولوجي، دي اهم حاجه فيه. طيب بتكون من خلال اكسبيرمنت معينه، غالبا بنستخدم في الكليات العمليه وخاصه في كليه الهندسه بتستخدم برامج سيميوليشن. ممكن يكون برنامج موجود بالفعل زي الايتاب مثلا، يعني مش عايزين نتكلم على حاجه معينه، والكلام ده هيجي في التولز والتكنيكس ايه البرامج اللي ممكن تستخدمها، او يكون برنامج انت اللي بتعمله بنفسك من خلال لغات برمجه زي البايثون مثلا بتستخدمها وبتعمل بيها، وبرده في برامج تانية. خلينا نتكلم عن التولز والتكنيكس او البرامج دي في الجزء بتاع التولز والتكنيكس. طيب المهم ان انت بتعمل سيميوليشن وبتحاول تمثل اللي هيحصل من خلال كيس ستادي، بتدرسها وبتبين ايه اللي هيحصل لما تستخدم الطريقه بتاعتنا او الميثودولوجي بتاعتنا في تناول او حل البروبلم ستيتمنت والتريتمنت معاها. الشابتر ده مهم جدا، هيكون النتيجه منه توضيح النجاح الخاص بالبحث. طبعا لازم نظبط فيه القيم، نتناول فيه الكيس ستادي بصوره تكون واضحه جدا للي هيقعد يراجع او اللي هيشوف البحث. يعني الكونتنتس بتاعته بتكون برضو انترودكشن زي ما قلنا، تمهيد، وبنوضح فيه هنعمل ايه وهنستخدم ايه، وبنحط فيه طبعا الاكرو او الابريفيشن الاختصارات، بنحط فيه السامبلز او الرموز اللي هتستخدمها، بنبدا نوضح كل حاجه. بتوضح مثلا في الاول الكابلات اللي هتستخدم ايه، طب المحولات واتيفر، بتعمل انترودكشن عشان لما تخش على الكيس ستادي يكون اللي بيقرا الكيس ستادي القصه تكون واضحه بالنسبه له ومفهومه، لان انت وضحت له الكلام ده في الانترودكشن. بعد ما بتخلص بتعمل سامري عن الكيس ستادي زي ما اتعودنا في اخر كل شابتر، بنعمل السامري اللي بتقول احنا طلعنا بايه وهنقابل ايه في الشابتر اللي جاي، وفي نفس الوقت بتديني في ايجاز الخلاصه من الشابتر. وده شابتر 4 او الكيس ستادي علشان نعمل كلاريفيكيشن للميثودولوجي اللي هيتم استخدامها علشان نقدر نوفررايد او نعمل تريتمنت، نحل البروبلم ستيتمنت بتاعتنا. وشكرا وبالتوفيق.